بنهتم جدا بمرضى الغسيل الكلوي لان ما عندهمش رفاهية الانتظار وما عندهمش رفاهية المساومة يعني، ولا الكلام بيجدي معاه لان آلامه الحقيقة لا يمكن ان يتحملها احد اذا ما عملش الغسيل الكلوي. لكن للاسف الشديد احنا يعني من هذا البرنامج عملنا حمله لمنع اغلاق مراكز للغسيل الكلوي بسبب اختفاء الادويه واختفاء الادوات اللي بتستخدم في عمليات الغسيل الكلوي، وكمان لما يبقى في مشاكل متعلقه بقى ببعد المسافه، لانه المريض اللي بيتالم ده يا جماعه يعني مش هيبقى عنده الالام تتضاعف بهذا الشكل. في وحده للغسيل الكلوي تم نقلها من طوق لمراكز بعيده بقى، شوف بقى حاله المريض اللي بيتالم ده هو ده اللي له الاولويه في ان احنا نحل كل المشاكل المتعلقه بيه. تعالوا نجد حلا لهذه المشكله، بتمنى من احنا بنعرض هذه المشاكل حتى نجد حلولا لها. يعني اتمنى من وزاره الصحه او محافظ القليوبيه وهو بيسمعنا نشوف حل لمرضى الغسيل الكلوي. بعد أن نقلت وحدة الغسيل الكلوي من طوخ إلى أماكن أخرى بعيدة، عانى مرضى الكلى من مشقة السفر لإجراء جلسات الغسيل الكلوي، ما دفعهم للمطالبة بنقل وحدتهم إلى مستشفى ميت كنانة، موقع ليس ببعيد عنهم وجاهز لاستقبال الأجهزة والأطباء. جيت عشان أكشف، قالوا لي ما فيش تذاكر والدكتور مشي والاتنين سخنين، أقوم أعمل أنا إيه؟ وأنا جوزي على قد حال، الساعة لسه 11 أهو. هاي دلوقتي 10 الى 5 وقالوا لي الدكتور مشي. انا بغسل في الزقازيق وجوز على قده، طب اروح فين؟ المفروض يبقى هنا في بلدنا، في هنا حاجه تنقذني بدل ما انا ما فيش حاجه معايا واروح هنا اخر الدنيا عشان انا اغسل. كانوا بيقولوا ان هتيجي وحده الغسيل الكلوي ومستشفى طوخ المركزي هتتهد، ودوها العمار ايه على خط 12، واحنا ناس على قد حالنا ومرضى مش لاقيين حاجه، لا لاقيين علاج ولا لاقيين اي حاجه، يبقى حرام علينا ما تبقى عندنا مستشفى هنا واحنا ناخد بعضنا واللي في المستشفيات اللي في بنها اللي في طوخ اللي في شبين. ما ينفعش سيادتك. انت الاول بتغسلي فين؟ في طوخ. دلوقتي في اجهوه. تروحي كم مره في الاسبوع؟ ثلاثه. انا شايفه حضرتك راكبه توك توك، يعني هل بتاجري التوك توك ده كل 3 ايام في الاسبوع؟ باجر العربيه، بتاخد لها 500 جنيه. انت عندك امكانيات لده؟ اه ربنا بيعيننا بقى. هو كله تعبان يعني، انت المفروض ايه مستشفى زي دي بتاع ممكن انا قريه كبيره ماشي تشوف اللازم لها، محدش يخرج بره، كل حته ولها ايه تعبها وتشيلها. عربيه راحه وعربيه جايه بقى و فوق 400 500 جنيه. حالات فشل كلوي معظمها ناس غلابه ما معهاش فلوس، اللي بيروح الزقازيق، بيروح الدمرداش، اللي بيروح دلوقتي مستشفى العمار. المستشفى دي اتبنت حضرتك وجالها اجهزه واشترت الاجهزه، ويا ريت بس حضرتك تخش تشوفي يعني ليه كده يعني. ارحمونا ارحمونا ارحموا ارحموا اهالي من الكنانه، ارحمونا وشغلوا المستشفى، شوفوا الاجهزه المطلوبه وراعوا بس للناس اللي هي المريضه. ما عملناش ولا عملنا اي حاجه، انا كل اللي انا عايزاه ان انا مديره الاداره تقول لي ايه المانع ان المستشفى دي تشتغل، ان هي تدي الناس كل الامكانيات اللي هي عندها. ما تتصورش يا بابا، هو ده اللي انا عايز اعرفه. طب ما تتصورش ليه؟ هي لو قلبها جامد ما تخلينيش انا تقلبه. انت دلوقتي كان بيجي لكم حالات وكنتوا بتحولوها على مستشفيات تانيه؟ الحالات مش لاقيين عربيه نحولها يا باشا، في الاخر حقنا من داسه من داسه من داسه. مستشفى زي دي 5 ادوار، حضرتك صور 5 ادوار، انا مساحه فدانين ونص، فدانين ونص دي مساحه تتعمل وحده طب وسطى؟ ده مين الفنان اللي عملها دي؟ مفيش رعايه في مستشفى العماره، مفيش رعايه. لو مريض على الجهاز جاله اي حاله وجه له رعايه على ما ينقلوا بقى يكون مات، على مصر يكون مات. مستشفى من الكنانه من طوخ لحد هنا ما فوق، تنزلي من العربيه تخش المستشفى، يعني احنا المريض نبهدله صحيا ونبهدله ماليا؟ كفايه مرمطه بقى، كفايه العيا بتاع ربنا، هيبقى مرمطه وعيا؟ ساعات الاقي المواصلات وساعات ما الاقيهاش، وساعات ما بروحش عشان ما بلاقيش حق الغسل. قولي لي اعمل ايه؟ يا موت يا اسرع.
والله مأساة يا جماعة. يعني شوفوا الناس فيها ما يكفيها من ألام يعني، فنقوم نضيف لهم ألاما جديدة. وأي حد كده لو يقعد يفكر، سواء يعني حتى مع عضو مجلس نواب، مجتمع مدني، محافظ ومحافظة، مسؤولين، ويقول لك والله ده أنا مستعد أوصلهم بنفسي، يعني ده أنا مستعد أعمل عربيات كده توصل الناس، أو نشوف لهم حل في أنه مراكز الغسيل الكلوي دي ما تبقاش محدودة جدا بهذا الشكل وبعيدة جدا بهذا الشكل، يعني لأن ده تسمم في الجسد بيمشي في الجسم، وألام ما يتحملهاش حد، وحياة بتتحول لجحيم. فالحقيقة دول اللي أولى أن احنا نطبطب عليهم، والأولى أن احنا نزلل كل المشاكل المتعلقة بيهم.